السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. نكمل دروس مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع ابتدائي. وصلنا إلى صفحة 24. Unit 2 Lesson 2 Unit الثاني الدرس الثاني. عنوان الدرس I'm from Iraq. I'm from Iraq. أنا من العراق. عندنا هذه خارطة العراق. Map of Iraq. Map of Iraq. Map معناها خارطة أو خريطة. Map معناها خريطة. Map of Iraq يعني خريطة العراق. Iraqi flag يعني العلم العراقي. Iraqi flag العلم العراقي. Listen and read. اسمع واقرأ. هنا عندنا محاورة. هذه الشخصية عرفناها في الفيديو السابق إنه هذه الشخصية هي شخصية عادل اللي هو من العراق، وهذه الشخصية سام اللي هو من إنجلند يعني من إنجلترا. هنا عندنا محاورة بين عادل وسام. هاي سام، يعني هذا يتكلم هنا عادل. هاي سام. My name's عادل، يعني هنا عادل يقول له هاي سام، مرحبا سام. My name's عادل، اسمي عادل. هنا سام راح يرد عليه الكلام. Hello عادل. Hello عادل. Where are you from? Where are you from؟ يعني من أين أنت؟ هنا راح يجاوبه عادل. I'm from Iraq. I'm from Iraq. يعني أنا من العراق. I'm from Iraq. أنا من العراق. I live in Baghdad. I live in Baghdad. يعني أنا أعيش في بغداد. أعيش في بغداد. What about you? What about you? ماذا عنك؟ يعني أنا من العراق أعيش في بغداد، وماذا عنك؟ هنا راح يجاوب سام I'm from England. I'm from England. يعني أنا من إنجلترا. أنا من إنجلترا. I live in London. I live in London. يعني أنا أعيش في لندن. أنا من إنجلترا أعيش في لندن. صار واضح هذه المحاورة بين عادل وسام. أعيدها مرة ثانية. Hi Sam. My name's عادل. Hello عادل. Where are you from? Where are you from? I'm from Iraq. I live in Baghdad. What about you? I'm from England. I live in London. عندنا هذه الصفحة الثانية. طبعا هذه صفحة جدا مهمة بالنسبة للامتحانات الشفوية وبالنسبة للامتحانات التحريرية. هنا عندنا information، ملف معلومات، ملف معلومات عن دولة العراق. وهنا كذلك information، معلومات عن بلد الانجلند. اول شيء هنا نشوف البلد العراق. capital city. Capital City شنو يعنات Capital City؟ Capital City يعني العاصمة. Capital City معناتها العاصمة. Capital City بالنسبة لإيراك هي بغداد. بغداد يعني هنا راح يجينا السؤال What's the capital of Iraq؟ هنا عندنا هذا السؤال What's the capital of Iraq؟ يعني ما هي عاصمة العراق؟ What's the capital of Iraq؟ لازم احنا نعرف انه عاصمة العراق شنو هي؟ بغداد. بغداد. صار واضح؟ إذن capital city بغداد. language. language شنو معنات language؟ يعني اللغة. language يعني اللغة. اللغة اللي يتكلمون بها بالعراق هي Arabic. Arabic يعني العربية، لغتهم العربية. هنا راح يجينا السؤال what language do you speak؟ what language do you speak؟ يعني ما اللغة التي تتكلم بها؟ العراقي طبعا هو عادل، راح هنا نقول Arabic. Arabic يعني العربية. weather. weather يعني الطقس. weather الطقس. ماذا يكون طقس العراق او كيف يبدو طقس العراق؟ hot and dry. hot and dry. hot يعني حار، and dry يعني جاف. dry جاف. حار وجاف. حار وجاف. حار وجاف. hot and dry. hot and dry يعني حار وجاف. هذه المعلومات جدا مهمة تيجي بالامتحانات الشفوية بالامتحانات التحريرية. هنا لازم نعرف انه الكابيتال سيتي
of Iraq من هي بغداد. Language Arabic. والweather الطقس hot and dry يعني حار وجاف. بالنسبة لـ information England يعني المعلومات ملف المعلومات حول البلد إنجلترا. Capital City كذلك العاصمة Capital City عاصمة إنجلند هي لندن. لندن عاصمة إنجلترا هي لندن Capital City لندن. Language اللغة التي يتكلمون بها هي الإنجليش. إنجليش يعني اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية. الوذر الطقس mild and wet. mild and wet يعني معتدل ورطب. الطقس في إنجلند هو معتدل ورطب. معتدل ورطب. mild and wet. mild and wet. صار واضح؟ أعيدها مرة ثانية. capital city. capital city يعني هنا يجينا السؤال what's the capital of England. what's the capital of England راح يكون جوابنا هو لندن. هنا عندنا السؤال عن اللغة language راح يكون جوابنا هو English. والweather هو mild and wet اللي هو معتدل ورطب. هذه هنا عندنا المعلومات حول البلد العراق والإنجلت. هذه مهمة. هنا نعيد هذه الأسئلة. هذه الأسئلة تجي بالأسئلة الشفوية. What's the capital of Iraq يعني ما هي عاصمة العراق. هنا عادل يجاوب يقول It's بغداد. إنها بغداد. What's language do you speak ما اللغة التي تتكلم بها. I speak Arabic. I speak Arabic. أنا أتكلم العربية. What's the weather like in Iraq? كيف يبدو الطقس في العراق? What's the weather like in Iraq? الجواب هو It's hot and dry. It's hot and dry. يعني إنه حار وجاف. هذا ملخص درسنا لهذا اليوم. توفيق إن شاء الله. مع السلامة.